السلام عليكم طلابي الأعزاء، تحدثنا في هذه السنة عن أنواع التشبيه. تناولنا التشبيه تام الأركان، التشبيه المرسل، والتشبيه البليغ، والتشبيه المؤكد. اليوم سأتحدث عن التشبيه الضمني. التشبيه الضمني له عدة خصائص. يلمح من خلال الكلام، يعني من غير أن يأتي على صورة من صور التشبيه. الشطران في البيت كل منهما مختلف عن الآخر أو غريب عن الآخر. وجه الشبه يأتي على صورة حكمة. مثال: قال الشاعر: تهون علينا في المعالي نفوسنا، ومن يخطب الحسناء لم يغلها المهر. طبعا تهون علينا في المعالي نفوسنا، أي من أجل طلب العلا ترخص النفس وتهون على صاحبها. هذا شرح الشطر الأول. الشطر الثاني يقول: ومن يخطب الحسناء لم يغلها المهر، أي من يريد الجميلة يرخص لها المال كله ويرخص لها المهر. تلاحظون في هذا البيت أن الشطر الأول يختلف بمعناه عن الشطر الثاني. شرح الشطر الأول طلب المعالي، وشرح الشطر الثاني طلب الحسناء، لكن يعني يتآلفان في المغزى، يتآلفان في المغزى. وهنا نلاحظ أن التشبيه الضمني أتى على صورة حكمة. هذا هو التشبيه الضمني، يفهم من خلال الكلام، من ضمن الكلام. اليوم تحدثنا عن التشبيه الضمني أعزائي. إن شاء الله في الدرس القادم سأتحدث عن التشبيه التمثيلي. دمتم بخير.